عدم إظهار الخلافات العائلية أمام الأبناء. في مشكلة، في خلاف، يجعله بعيد عن الأبناء. خارج المنزل. بعضهم يضعونه في غرفة النوم. هذه مشكلة كبيرة جدا، أنا أراه أن مشكلة تصبح المرأة تكره هذه الغرفة. غرفة مشاكل. غرفة مشاكل، غرفة راحة بين الزوجين، الزوج يكره هذه الغرفة. ولهذا خارج المنزل، في مكان في المنزل بعيد عن الأبناء، في نزهة. يوم يخصص. الشاهد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت معه عائشه رضي الله عنها وصفيه رضي الله عنها. عائشه عندها جمل قوي ومتاعها قليل وصفيه متاعها كثير وجملها ضعيف. يعني لو في عندك هايلوكس 2013 وهايلوكس 82 هذا ال 82 هذا وهذا ما شاء الله 82 تخيل في ثلاجه وغساله وفرد وال 2013 ما في الاسطوانه غاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حولوا متى عائشه على جمر صفيه ومتى صفيه على جمر عائشه بس تبديل الركب لتبديل العفش. فلما رات صفيه هذا الامر او عائشه هذا الامر قالت غلبتنا هذه اليهوديه على رسول الله. يعني شوف انظر الى هذه الغيره وهذه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شيئا؟ الان ناخذ فائده ان المراه لربما تطيل لسانها وترفع صوتها اذا نتقاضى عن هذا الامر ونسكت. مهارة تسمى فن التطنيش. يعني اتركها خليها تتكلم. ثم بعد ذلك قالت الست تزعم انك رسول الله؟ بدا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها بالحوار الزوجي الناجح. قال افي شك يا ام عبد الله؟ انما حولنا متاعها على بعيرك ومتاعها على بعير، متاعها متاعك على بعيرها ومتاعها على بعيرك حتى يمضي الركب بس تبديل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له وهذا اللي هو الحوار الزوجي الناجح. قال له يا ام عبد الله رد عليها ولهذا عائشه ما عندها ولد اسمه عبد الله لكن المراه تحب ان تكنيها تتلطف معها تعطيها الكلمات الطيبه فقال يا ام عبد الله انما عملنا كذا وكذا وكذا قالت ألا تسع منك رسول الله هل عدلت بين نسائك في هذا الموقف جاء ابو بكر الصديق رضي الله عنه يريد أن يضربها تقول علي ضرب من حدة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها قال مهلا يا أبا بكر ما دعوناك لهذا إن الغير لا تبصر هل هي في أسفل الوادي أو في أعلى يا الله طبيعة سبحان الله إذا هذا الموقف موقف آخر تريد أن نضيف الموقف الآخر لعمر جي. رضي الله عنه طيب نثني به ونختم تفضل طيب. هذا الموقف في عهد عمر رضي الله عنه م. جاء الرجل يشكو زوجته فإذا زوجة عمر لربما رفعت صوتها على عمر وهو أمير المؤمنين الشياطين والجن تخاف قال إذا كان هذا أمير المؤمنين خليه نمشي <applause> ففتح امير المؤمنين الباب قال له ماذا تريد؟ قال يعني كانه يقول والله عاد جيت اشكو زوجتي فيمكن عاد اللي عندك اكثر من اللي عندي. جيت عبد المعين، جيتك عبد المعين تعين لقيتك عبد المعين. فقال له يا رجل انا اصبر عليها الكلام اللي تسمعه قبل شويه انا اصبر عليها لانها خبازه لخبزي وطباخه لطعامي ومرضعه لولدي وسكن بها قلبي عن الحرام. شوف الكلمات الجميله الرائعه. قال لا أنا أصبر عليه عشان كذا وأنت تصبر قال وأنا أصبر إذا لكل رجل تصبر ولا ما تصبر لكل امرأة تصبر ولا ما تصبر إذن الانتقال من الدنيا إلى الآخرة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون